بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أشركا وكيلا ببقل إيا اللحظنات كمذا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى كتاب الحج بان كسوة شري باب وجوب التمتع على باب وجوب الدم على المتمتع، وأنه إذا عدمه لازمه صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. عبابها وجوب الدم ديك إن لقربه وكو واجبه على متمتع الروحي تمتعي عمره هرمر صديك الدمنا حجكو حجيي أما قفكي إسراعيي مركا إساقا عمري حجب إسراعي، وأنه إذا عادمه مركو ديك ويقفكي متمتعه لازمه وحاكو لازمه يقبان يصوم 3 أيام صدح مال مصون كوت في الحج. انتو حجك كتر إحرامك كتر في الحج في الإحرام مركض حرم الطبا إذا حرم الطبا يا لقوة يوحي كتم بيبا، والسبعة تضمن والسوم إذا رجع إلى أهله تضمن مركو كلابتو مكة بلد كيس أقول لابتو أما رحلة كسي سوم أما قرو كيس أقول سوم أيو سوم يا مركض قفكم متمتعة إن ديك لقرب ديك أنا واجب يا هاي نينكي وايانا بدل كيس أقول يا سوم وريقة هاي سوم كاسو صدح مال موضوع حجك كده هيسا يتدوبري ومركات قرية كلها بتاع. حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني أبينا وشعيب بن الليث عن جدي أوقي والليث بن سعدة حدثني عقيل بن خالد العقيلي عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي عن ابن شاب الزهري عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تمتع رسول الله رسول كليبة تمتعي في حجة الوداع حج كي سقون تنتا بالعمرة عمره كتمتع إلى الحج وحج أجيي حكوة عمري حج بإسرائيل أجي ذا سيد اللوغي هين وانيق الصوم بحدي كي جابر كي أنس كي عائشة النبي عليه الصلاة والسلام مرك هوري وصوحي دي حج كالقية مرك دي الحليفية مواد العقيق يبيدنا ليدي حج عمره اسكو درو وادي من مباركة كتوك كدب نوحاتر لبيك اللهم بحجة وعمرة وذا تشيره نبي مرك هوري مفرد بوها إفراد بصوحي دي كدمنا عمره كدب جاي أدخل العمرة على الحج فصار قارنا في آخر حجه أول كسنة مفرد بؤها ساس إمامك كوضا تمتع رسول الله وأنك صمر عرف السلفنا قارن كي متمتع بكل إن ليدا هذا متمتع تمتع رسول الله في حجة الوداع بالعمرة عمره مركز نبي وكوكاب صدي إلى الحج حج لقودق اللي روحا تمتع كسو وكنا قونية روحي لبس سفر وما بهاني سفر عمره قونية يا سفر حجه قونية أو مدول بقى صوص سفر طوما بهانا يزيد مدى اللباد أعماشنا هالعمل بيكون قونية سيدي حج كل يقف وطوك الله بالله من نقون أو طواف كلية يا هل سعي وكلم بالله إيمان طواف كاية سعي سعود عهاية عمره هذه حج كاذبة وأهدى نبي هدي نوابحي وديق نواق ورعي وهي فساق معه الهدية هدي ونبي كسو كحيين من ذي الحليفة ماشاء الله إلى هذا لحدني يصد حالات أيون أبي قال كأكيني صدني تضبان علبة يمن كأكيني وبدأ رسول الله رسول كيابة عمل كسيب باللابي فأهل وحوح حدي بالعمرة عمر حدي ثم أهل بالحج حج بكد من حدي ساس هذا لو قادنا يا لكن أساق حديث كسدن باب عدين دوني وحوجي ذا صورة التلبية ذو كولا مركو نبي قد تلبية سنية لبيك اللهم بعمرة وحجة أيو أرنيي أهل بالعمرة أي لبى بالعمرة ثم أهل بالحج نبي عمره حدي كدبنا ودم بيها دنا حج بحدي ما معنه والنبي متمتع ما يصير لو زقى بعضين دونه قارن بوها لكن في سورة الإهلال سورة التلبية ممكن نبي التلبية سنه عمره هور مرينه كدبنا حج وكل شيء هيو لبيك اللهم بحجة وعمرة ما لهين لبيك اللهم بعمرة وحج سيدا سولها بوجيدا حابتك سيدا كف السري وانا سيدا الصحبة سقاب عضين دونا وتمتع الناس مع رسول الله ضدك بضن كودنا نبي قال لا تمتعين بالعمرة إلى الحج سماية النبي محمد يضدك بس متكرقها هيا نبي قال ضدكم اسم مدماء هاي برك حديثك إن لو قف السري حديثي كالي وإن فأنت صحابة يرون بضنين ونبي وكمدي هاي يا أبو بكر يا عمر يا زبير يا علي واسنقارن هاي ضدك متمتعين يا أقارن أها تذكر أنت ذكّل فسخ الحج إلى العمرة عمرك حلال وبين كديمنا مالك سديادات أي حج حدين
فكان من الناس يضف فاين يدك وحاكمدها من دول اهدى سوكحيي حول كيني اهدى حول بحشي اما ديك ليمد فساق الهدي هدي بسوكحي من خارج الحرم مركات هدي سوكحين القارن نقون سبحان الربا هدي جنات كنتم ميل حرم ككب احسن ميل حرم ككب احسن اما مدينه ككين مواقدك ككين وان اذن حرمك بحديث اذن هدي كلا يمنن هدي دعوين أد حرم كدحديس هدي كئيب ستو وسيدا خرجنا تقارن كن نقطو مالن كد عرف أوب حيس هدي وين أتكحيس وين حوله كرعان عرف كله يستاجا إلا عرف وخارج الحرم وحلي ومالن كد دم بأصوك حيس ومرك سيدا يكوس وجلان مزدلفي منا يكوي مادا إلا مزدلف حرم كد تصنت إذا وحال ربقور قف كقارن ك هدي كعيني هدي وينو دبدك كينو أو سيدا حرم كوسو جليو يا إما هذو سيد كلا كري ويامركو حرم قديس كيب سيد وينو لبحو أو جيو عرفي حلي جي كديمن وحرم كلا سوقل فكان من الناس دتك وحاكم دها من دول أهدى حول سوق حول بحشي وفساق الهدي هدي كسوق حي من الحلي ومنهم حاكم دها من دول لم يهدي أن هدي بحنين ومركز أن هدي ودين فلما قدم رسول الله رسولك يا مركو صوغ قال مكة مكة مركو يمد قال للناس دتك حكوي لي من كان منكم أهدي أهدى مدكين هدي سوك حي حولو ذي فإنه لا يحل محل لوبي من شيء شيء ومحل لوبي وحرم منه كحرام نقضي بسبب الإحرام حتى يقضي حجه إلى حجك سوق تور رمايه هذا كوشا نبي سوب قارن سوب الدلي يقول نبي مكة صوغ قال يوحي المسلمين يقاد ننكي هدي وذي ee xulsoog xilligana ka keenay sida anoo kale iyo Cali iyo Abubakar iyo Umar iyo Zubair iyo rag la midka waxa weeye maxalaalobay ilaa uu dhameeyo xajkiisa oo maalinka yoomun nahri oo hadiga gowrac ka dibna oo la yimaado wixii la iman jiray acmaasha afarta maalinka yoomun nahriga waman lam yakun minkum ahda ninkan hadii soo kaxay nisooma xagana xaj soo xidhay xagana xaj soo xidha hadiina aan wadin falyaduf bil bayti kaabadaha ku dawaafo وبالصفا والمروة نهكو وريقو هالصعودو وليقصر تمان هقاب صدو يوسن حيرين تمان لقابيو يعني لحرب ويبنان تاي لكن مركز متمتع تاي اد حلالو بيسو وحاوان اكسن انا تمان هقاب صدو سي هدو حجك مالين كحجك اللحيرة يوم النحري واحد حير تاقو هشو هدي لكن متمتع نقطة عمره دي حجكو اساسارن بعد عمره دارت يتمي امو لكيسو تسامتو هذا يوم تروي هذا قاعد لهم مال مكتب حيرش الله جرب هذا ماشي وجب ديروي جب ديروي بركو على الربينات جاب ستها دون ما نك تبنات آتيمه حيرته وليقصر هذا جاب سدوا سيد أفضل كأ ومتمتعي ضد كان هدي ودين بنبي والله الله يا ولي حيل كدبنها حلال وبو وهك حلال وبو عمره دي هالك كل ما يو ثم أنت كدب مركو عمره كبح وكفر حجه ليهلها حدو بالحج حجها حدو وليهدي هذه نهب حيوم حي متمتع هذه بك واجبية أما هوضو أما يسون ودي هدو ودي لها أنا قارن بسوب بدل لها هدو سون ودينا متمتع بالنقضي عمره لما يستي كدمنا حجم مالك سداد حدي مالك تبنات يا حال قرب هذه إنه لي ما دام ما كمر كاكي يبسدو أما مسلمين كلا باسي فمن لم يجد هدية نكان هدي هيلين وطوره كي يبسدو واي أما سو العقد بهلي كرا ميلو كجتبه واي أما سو قدن كرا العقد اللي جو قاليه ولا دافي سعر المثل اللي دافي اللي سعر بر نك أسرع واني ما مرك شرعا وهلي كريم طيب العقد وهلي كرتا لكن ما بدو ميلات كيف سته أما حولي باب ولا واي با أما واتجاري ويدي أما قيمة قيمة معتاد كاي رقم كامد كبر الله والله بلو جارسيو أن لو جري كريم فمن لم يجد هديا ان كان هديا لان اما انه العقت وايا وطبرت اما وحوليه وايا صوب طبرت هي لكرا اما لو قال لي ان كان اسغا هدي خدع ما هي بدل كي سبا لغا ربا فليصوم ثلاثه ايام صدح مال مود هصومه في الحج اي في الاحرام في الاحرام مركات حرات تو كدب وتهر برسن كرتا حتى اظن حجك قاعدين يا تي سوم كرتا مال ما دام الوقت يوحي لها هي لكرين وظن ابسن كرين ام حولها ايسن شرين مركات حرمتا واتي 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 سومي كرتا وسبعة تضوم المود نها صومو إذا رجع إلى أهل مكو ريركيس كل أبتو وطاف رسول الله رسول كلاه هذا القرآن كبس إذا وعدين نبي قلنا وفزير أياه وطاف رسول الله رسول كلاه بطوافي حين وقت قدم مكة ممكن نبي مكة صوق علي طواف الليم طواف القدومة
ده في القدوم بوليمد فاستلم الركن رجع حمدوب النبي والسلام وقعان ساري فاستلم الركن أي الحجر الأسود رجع حمدوب النبي وقعان ساري أول شيء مركوه الرئيس بلي ضاف كسر على قبل الله باي ضاف معتمر تا أما حاجتا يا أما أتبيت كسوق شاء الله مرك عمل جدنية وحتقبل الله بالطوافك ما لها مرك تحيز المسجد ما لها مسجد الحرام يبيتك إلهي مرك تماضو صلاة تود وطوافك مرك تهي متمتع أما معتمر أما حاجي نعدون بها النقضة هذه لكن هذا طواف لا إيمانين وذا مركا نصنا أو إيمانين مركا والغوصنا يا إن أتكتك تمسكتك ركعتين كي تحية لعموم الأدلة لعموم الأدلة إن كان تعيد المسجد لقرب طواف لقربه وذاتك أو إيمادا مكا أو إيمادا لأعمال الحج والعمرة أما ذاتك إسكت أصوك لبيتك إلهي مسجدك أسقا وحال قرب إنه ركعتين كي لقد تكون المساجد التحية ده وتكذو مركو النبي دقيح قعنت السارة مركوه الرئيس ثم خبى النبي وارع علي موال حاثذي ثلاثة أطواف تضبوا صدح وريق ومن السبع تضبضا كمذا صدح وريق أوه الرئيسي وضواف القدوم كتضبا ديسي صدح النبي وارع حاثذي رمالا بين صومر إن بضن خبى رمالا وإسكم متخببكو يرملكو وإسكم يدو وارع حاثذي حوق ارع لها كدو ومشى النبي وارع لقيا أربعة أفر أربعة أطواف أفر وريقنا نبي قوى اللغي ثم ركع ركعتين نبي قوى التكذي حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ركع يصلى هنا ثم ركع يصلى نبي قوى التكذي حين قضى طوافه بالبيت طواف كيس البيت كمركو لم يتضبط مركو حري وريق عند المقام مقام إبراهيم عند المقام مقام إبراهيم بكتو كذا أكتيس ركعتين لبر ركعة ضد النبي كتو كذي ثم سلم وسلاما نقصد ركعتين كبك سلاما نقصد ركعتين كواحد لغو أخرين هيانا حديثك جابر بين كسو مري فانصرف مركز النبي قدومي وحو آذي الصفا والمروة إنه كله صعي كبه آذي هلك وإنه كسو مري إنه النبي مر لبات كسو النقضي حجر الأسد وهي سنة مكا طواف كرد ميسو ودخل في مقام إبراهيم مقام إبراهيم حق أتكي استاكت بنك أتكي استاكت ومقام إبراهيم يكعب مقام إبراهيم وكعبة يادي ودين دحيو حق الاستاجيسة كعبة وواتا مقام إبراهيم نواك دبر كسيدا بتكون تكن ضاد هشوي يدي كلام إيش يقول زعلان بس سكيدا تكن ركعتين كان مركز ضم يسوس سنة وحاول أنت أن صفي مر وأبحين إن مر لبطون نقطة خصون نقطة حجر الأسود ك أو ثلانته سنة النبي يقول لي كده من أربعة لكن من عمر ماشى ثم سلم من الركعتين فانصرف إلى الصفا والمروة وحان صمر حديث جابر كن لبا بقول ثمانية سديد دب فيريا ساكفى فاسنا كن لبا بقول ثمانية سديد هذا كن لبا بقول لباتاني سديد بين مرينا ثمانية حديث كور بين كسو مري فأتى الصفا بورت الصفو النبي قلت جاي فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف صفية مروة أيوت الضبتشر نبي كو كوردي نحضوه ثم لم يحلل نبي كما حلالو من شيء حرم منه كحرام نقضي أو محلالو من بلقوه ده حتى قضى حجه وحجه لا ودميس طواف كان مركو دمهي سعينا وليمت نبي ما حلالو بين وهدو معتمر ياهي اما متمتع عاد يا نبي مركو سعيق لا طواف كان ليمادو وسعيق ليمادو تيمو قابسن لها كدبنا وحلالو بلا وعمل عمره انت امبو اهابا لكن نبي وقارن هدي بو ودا ما حلالو بي الى مانك التبناد يوم نحرق لا غارو وهدي او ودو غورو حتى قضى حجه ونحر إلى حج كسو دمي عما شهد ونحر هديه وهدي كسو قرع يوم النحر مالك الرندوق التبنات وأفاض طواف لفضن وليمد وبتعون تكسو دقاقي مزدلف ومن الصومر وجمرد أوترت أمكين طواف الركن يطواف الزيارة يطواف الحج انتو ولا يطواف لفض وأفاض أيوة طوف أما طاف بالبيت وي طاف بالبيت فطاف بالبيت بيت كي بيكون ضواف النبي يقول مركو ضواف كدبنا ثم حل من كل شيء وتحول كل جاءها أما تحول الأول أصوح حكوعد ناكلية إن الله بعم الله تماده والله أفر تمانك الله سمية كمذا ثم حل النبي وحلا له بين من كل شيء شيء كستو كحلا له حرام منه كحرام نقض شيء كستو الله جحر يا ما يبان النبي قال مركو أبنا أنا ذا مركو لا يمد تحول كي لما يسكت الراء وضمر كي بالله أبنا وحكستا أبنا أنا مركو أيضا وقف مسلمة ونحاجين أبنا بأبنا وفعل وحاسمي مثل ما فعل رسول الله رسولك لا يسدو يلوك لو حي لي من دولك أهدى حول سوك حيي هذه أهدى حول بحشي وساق الهدية
هذه سوق عمر الناس الصحابة كمدة تضير بين أهايل تضير بين أهايل أم بطنين وك يحديك جابر يحديك أنس بين قصو من ري ذوي اليسار يحديك من عمر غيبتي زهورة بقى إذن سدا وحي لي أن حلالو بن أو صعي يطوافك لي ما دين أن كو حلالو بن أو عمل كسي وتمحرمين نصيئها نبي محمد أنت لمتك أهيدو هدي كانت بنانك أنت كلانا مركي طوافك لي ما دين أو صعي لي ما دين ركعتين كنتو كدين تمي قابصدين أما وابا حيرتنا هو حلالو بن عمري هلكا قول لميين ويسكسو كان أيوه حلال وحرانك وسنجرين إلى لقا قاري مالين كسديدات يوم التروية وقدمنا مركا حج حصباي حدين حديث ابن عمر انتاسو كقتل امامكو. وحدثنيه عبد الملك بن شعيب حدثني ابي قال عن جدي حدثني عقيل يعني ابن خالد بن عقيل عن شاب الزهري عن عروه بن الزبير من شاب الزهري حديث ورا سالم بوك قاضني سالم من شاب الزهري عن سالم عن ابن عمر ثم هاي عن ابن عمر هنا انا زهرة ذو شيوخ بدني هاي عروة عن ابن زبير عن عائشة أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي نبي حاس كساء هيد أخبرته وحي عروة أشيكتي عن رسول رسولك لأوقت بسي في تمتعي بالحج إلى العمرة في تمتعي بالحج إلى العمرة سيدنا صحة بالحج إلى العمرة بالعمرة إلى الحج وحقق رحسن بالحج إلى العمرة محي الحج كهرية قدمنا عمر النبي وقذال الكسو قليي في تمتعي كن نسد كيسو كن نستي بالحج حج بلو حج الحرم ذو إلى العمر عمر لقو لو بيرشو لقو درو وتمتع الناس وتمتع الناس معه النبي التمتع إذا كلا تمتعين مركو أجو رميس ويدين وحجو بحسي عرو ودي أطاي برير بوطاي مك الله قصو تجو معنا إن أمهات المؤمنين أي تاي من أمهات المؤمنين كم تاي وحجو ورمتي عن تمتع رسول الله بالحج والعمرة وتمتع الناس معه قال الزهري بمثل الذي أخبرني سالم ابن عبد الله عن عبد الله عن رسول الله بول زرو حوله أي روح إيت تبيي أو عاش إيت تبيي بمثل الذي حديثك أوكلة أخبرني سالم بن عبد الله إيت تبيي عن عبد الله أبيه عبد الله عن رسول الله حوله يا مركز زهري حديثك عروة إيت تبيي عن عائشة عن رسول الله وحول مدي هاي حديثك سالم إيش شيء أو إيش شيء أبيه أبين الرسول كوكحجني إذن حديثك عائشة حديثك ابن عمر وإسكم معنو لي زهري أنت تكفى أنتين بواسونا كفى مي ومركة التمتع بالحج إلى العمرة هي التمتع بالعمرة إلى الحج في حديث ابن عمر وعائشة وإسكم مت ونبي حج بهر مريي ورمبيس عائشة صوشر حضي كدبنا وحال لي النبي محمد وهدي بعد وضاي حجك عمرة إسفنجلي ورانا أصعو نينك هذا كل مدى ألوك وقباب يعني نينك كادو وانا هدي وذين واقوني إذن كاسو حاوي إن متمتع على قربه متمتع اللي جيده ها قارن إيه متمتع عادي هذا إن لقربه إيه ديك لقربه قولوا بنا وش يقدونه وش قولوا بمركة دنا حديث أوكي دهنه ولكن أسرعية هذا الباب بكرده باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد وحول وحول وباب يعني العبد أن القارن نينك إسكول رأي حج عمره إسراع شيء لا يتحلل محلالو بيه أو عملك كما بحكره إلا في وقت تحلل الحاج المفرد وقت وقفك حج كلي وتحلالو بيه موين وحكوه الرأي محلالو بيه حج كلي الروح صوحده إما كسوق الأسوق وحاجئة وحج أحرانية هاي وقت دير حتى تكرد مني هاي حلق اللي حجين لها محرم بوهانية حتى لو حصوق شيء بشي زيتال والله باطنات من مكة أظن ميقات كي يلملم إيو ذي إيه الحليفي إيو اللهم جحفي عرقي إيو قرن المنازل كصوحر ذي القعدة ما يضو اللباطنة طبعا كذي علاقات ذا كدمان إيه سديد ذا كدمان ذي الحج أما عرف كدم سديد طبعا كبريبا لابد أن مراضي على عديد مدقبي يوحي الله المال حاجب هذا هاني وحد أقمر كرتمتشرو أدنا حجب إذن مالك الله بحو منا إذا مضى الراعي تلبيات بالله طيب سام بدك تجناني إلى مالك أنتم اللي جحلا له فيه عليه سكاسا كسراري قف قارن هو والله من مرك قارن أمرك سوق ولا مكة أو ضواف أما صعي أما ضواف بس أكو جاب صدو أو صعي بأو سن راعين أصلا ولي محرم بوانا يا إلى مالك الطبنات يوم النحر أو حلا له كل مفردي أنت سوق جيدا إذا محايسك حكم نقضي
حق حلالو لا انت الى حجك لا دمي اعماشي سقارين ايو مفرد نن حجك لي سو خدي. حدثني يحيى بن يحيى قال قرات على مالك ان الشافعي وان اوكتين افراد كان حجنا وان امانا وامام كان الشافعي حتى كتاب مختلف الحديث اد ودفاع احاديث باب كنت من ظن اسكو داي انه اويله او اول انه النبي مفرد افراد كو حجيه نوونه واديده ورنتي حفاظه واديدين او الحديث كفنغا اد او فر دوبنا واديدين نين ولبو اسكو داي انه سنده باب كتم جمعيانا وحكو قسبين هدوسن تعصفين إنه إذا النبي مركي سورة محوها مفرد ثم صار قارنا ويسكعد مدى أيضا مرك الطحاوي أو اسكاوش اسكول لبو حديث آد أو عياري قبك أو جمع لها حافظك حول أنه وليا بناي وليا بناي تعصف أنت لك وإني لكثير التعجب كيف ساغ له هذا التأويل بول حافظك آد اسكو إلى لي وعرف كيس آد الدورة وما يقول رغم فيه النظر وفيه بعد اسكيد هذا أي الله يا أبو يحيى أبو جعفر الطحاوي السمي أسوء تعصبها هي رأيه حنفية مسحورة بحنيفة اللي هذا أبو جعفر الطحاوي دفاعي وذات كانت دفاعية مذهب كيس مر ربضان أحاديث اللقون شبارة أسكا إلى لي ماشى وننك اللي إذا بيهقي إن بضان وتعصبه شافعي مذهب كيس وسكود أحاديث أنه وافجيه على استكراه والتكلف يتعصب ربضان مركا ومشوا رنجرين كلون يماني عبد الرحمن علم اليماني علومه اصحاب المذاهب كا همود بين قضاته بل حمات بل حمات وبل ومحامون بور انت بدن رق وداديه مذاهبته اسكالي اما مذاهبته تعصب اما مقلدين تا ان مدح بنانين قاضي ما حلقا ربا قاضي من كان دغيستو نين كان دغيستو مدعي مدعى عليه حجج كودي بينات كود فيريو نين والبقاب كحو دغو كديمنا سيد الله قمن صوم كنا ويا حنين كنا ويا حنين وحنا كل ساي حك تلسيي يوح هري الله يقادو حكم قارا نك قادو بالله ده محامي محوصم يا زوج محامي لوير أبو كات قرين محوصم يا حق يا باطل به وحد دفاعي أوقي البحن نكو وكيلك هي أدو ذهي أوش لما هكقات مركو ذاتها مقلدين تابوا رواء محامون وليسوا قضاة اسكائلالي براكو خلطمي لكن مرك ابو جعفر يا ابو بكر البيهقي ميزان كلا سارو بيهقي بحقو داما بيهقي بكسو كي مربضا لقيا بينو انصافو. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان حفصة زوج النبي زوج النبي حفصة زوج النبي حاسكي زاهد قال الوحي التري يا رسول الله رسول كلاه يوم ما شأن الناس تدك حال كذب محيي حلوا إيو حلالو بين مركب عمره يستيت ولم تحل أنت من عمرتك أظن عمره أنا أوقع حلالو بين يعني عمره دي أتفن قليسي إذ حجك فن قليسي نبي الله محاق أدوك أوقع حلالو بين ويذي تدكنا إيو حلالو بين تدك بضن كود ما شأن الناس تدك محا حال كذب يا هيو حلوا من عمرتهم مركب ضوافين ويسعيين وحلالو بين ولم تحلل تضعيف والله ففر ولم تحل اسكا اصل كيد انت اذوق من عمرتك نمكن الاصيل الاورنج ري نصوص البخاري متن يزيد اد او اه متفنن و خوي لفظه وحاله تفردي لفظه وحاله تفردي بوري مالك لغما الراعن هو شو سديدين ازوق ازوق دي النبي وحو اه بوليه مفرد عمرنا لا شيء محيه عمرنا لا شيء هي هويدن اي شيء سو عمر النبي او غليي حجك أو لبيك الله بعمرة وحج أوجيري قارنك أكوها نبي أقول شيء مركب مانع يوحى كلا قاضي أسيج سحابي سبضن كوت كلا الدوي قال النبي وحول عليه الصلاة والسلام إني أنو لبت رأسي لبت رأسي ما حيجي بان دشيء أم حوكي حبك بان سومري تلبيت كونك نجا سوم الروينا تيمه بنا سيسن هدو كاغا في الفيلا كاغا نقو نقشن يا عوسنا كاغا قلن حقنا إيسن يوليو لو ماشو قد حين أضحوكي حبك ينتحل مريو حرار إيو الله أتكيه مضح يجيب أن النبي صو صو حرارة يستيبر أما أن صو حبجي وقلت هدي هدي حوالي بنان هكذا وأوصو كور حري ترى إيو يا يا لو صو حري ترى لو كنت نيف كهدي ترى أما حريق بالله سوى أما ترى الله سمعين ترى وقت قرني زاد حريق كورتا لقرين لو حري ترى كله ياك الله حري نيف كجيلة أما نيف كالله حتى أري هذا وضو
si loo garto xoolaha inay had yihiin baytulahi xaraam loo wado khaas buu ahaa waa lagu xidhi jiray waqallatu hadi hadiyadaygii iyo xoolihii aan soo kaxeeyeyna waa u koor xidhay ama wajar aan qoorta ugu soo xidhay haddaba falaa axilu ma xalaaloobayo oo ixraam iyo xaj kama baxaayo xataa aan xara alhadiya hadigii la aan gowraco oo yowmu naxri la gaaro waa inaga soo maray fi xadiidi cimraan bin xuseyn xalay inoogu dambaysay riwaayaadkiisii anna nabi sal ly slam jamaca bayna xajin wa cumra soo meyna soo maray xadiidkii cimraan dib u fiiriy ee xalay aan soo marayn jamaca bayna xajatin wa cumra ayib idan nabigu marka jaamic buu ahaa qaarin buu ahaa saxaabadoo dhan baa usha cadeeyey lafdigaasna maalig lama goono noqonine cubaydillaahi baa ku raacay ayuub baa ku raaci doona rag badan baa ku raacay marka hawshaasi lagu sii mashquuli maayo bal xadiidkii baraa waxaa ku yimid cinda annasaa'i wa abi daawuud bisanadin saxiix innii suqtu alhadya wa qarantu anigu hadyi baan soo kaxeeyey xaj iyo cumrana waan la maaneeyo waan isku ladhay حدثناه ابن نمير محمد بن نمير حدثنا خالد بن مخلد البجلي عن مالك ابن أنس أبي عبد الله عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عنها قال وحيته يدين قلت يا رسول الله ما لك لم تحل نبي الله محاكو هلويوت أذن أغا حلال ابن عمر ذا دي كوا حلال بينه فذكر وحوش يقاكو قدرنها الدينين كلا ياذو خالد بن مخلد بنحوه نحو حديث يحيى ابن يحيى قرأت على مالك متابعة كلام مركا نكاسي ويحيى لمتابعيه مالك ولا متابعيه الله ربا مركا لكن وحدثنا محمد مثنى أبو موسى البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر العمري قال وحور وذات كاسي أخبرني نافع إذا مالك من متابعيني ورك أسيلي بمشكو باباي ابن عبد البر هو شو وكذا قال لما وحور يسير وخلدنيه لكن متابعة بدن إنه تلمام على الربيع أخبرني نافع عن عمر وحوله حتى هدي أن كسو قادنا مالك إنه لقوا النقد اللفظ كان مالك وحوله وحافظ متقن ورواية الأثبات الحفاظنا وحجة هل كاسو الله مري عن عمر رضي الله تعالى عنهما عن حفصة قال له يدين وحيتري قلت للنبي وحانكور ما شاء الناس حلوا ولم تحل من عمرتك سؤال لك مالك ما لفظ مالك نفسك قلت يسوي ما شاء الناس تك حالك ومحوية هايو حلوا عمرت يوضم ميون وقح حلالو به ولم تحل من عمرتك ولم تحلل بير وهذا هو مرة ولا فرفري تضعيف كم مرة ولا يسكون الجي من عمرتك عمرات حجك كل نيد وياهد قال النبي حوري إني قلدت هذه حوريها نسوك حي وأصوت شرحه لغنت كورغوس ولا لا شيء ولبت رأسي مضحي أنا وانسود الجي فلا أحل محل لوبي فلا أحل محل لوبي حتى أحل من الحج إلى حجك أن رميه هذا ذوق ضوافك أن الله يمد يا صعي جينا كذا حلال وبهيو عمر ضيدي ما حلال وبك إلى أن حجي لا إما هذا النبي قوى عدي حتى أحل من الحج إذا وحي أركتا النبي قد أوفل القدوم بالليم خلف مقام رأي بكتو كذا كعبد بقص الله بتقدر نرجع حب السلام نرجع حب ذوبا النبي قال بابك وكبح وحص الله ليم سعي بين السبع والمر أنت محل قدر من شري أعماش عمر ذا او حيرشون للراعي كليا ما قابش للراعي اذا وحيت نبا لو عمره والله تميده ما الحلالوز عمر مايا اني عمره وحي كو جيرتا حجك الى ان حجك دمهيو دواف هذا النبي ولي بيد دواف القدوم كا يا سعي انا هدو بحسن دونا النبي صلى الله عليه وسلم ما ميل بدن وان غاري دونا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه حماد بن اسامه حدثنا عبيد الله عن نافع عن عمر مركة أبو سامة أي أصنع متابعين وذلك يحمس عيد القطانة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن حفصة رضي الله تعالى قال يا قلت يا رسول الله فذكر وحوش عبيد الله بمثل حديث مالك حديث مالك وكل حديث لمدة أي تبيي فلا أحل حتى أنحر ما حلالو بي إلى أن هدي قورعه ما حلالو بي حتى إلى أن حجك رميه إذن حديثك هو حجة يؤي هاي على من قال أن الرسول كان مفردا في آخره نول بو نبي محمد مفرد بو أها وحج كيسي وحوا حج كليجي أن عمر الله سعون وقارن ما هين ساسونا كو حجي حج كنا كل ما يسي حديث كوا باب إني ونا كور من يوركيسا حدثنا النبي عمر العدني قال حدثنا هشام بن سليمان المخزومي وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي الرواد
عن ابن جريج عبد الملك عن نافع يعني ابن جريج أصلا متابعي مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حدثتني حفصة إيتبيسي أو إيشيكتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر نبي أنه فري أزواجه حاسسك أنه فري أن يحللن إني حلالوبان مرك عمر لي ما دين عام حجة الوداع سندك سقوتك حجكيسي قال حفصة وحيتني فقلت محان النبي الله ما يمنعك أن تحل وكا وين كذا وحلالوبيني محاضو نبيك الدوي ذات كان حلالوبيني كم إذا عايشو يسبد شيء قارنا نقطة سود النبي الربي لكن أيده مركي دمكوات كيس تيني عمرك الله تبعت تقرنيس ما يمنعكم محاكار ربي أمكودي ذي أنت حل لا إنك إنك حلال قال إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي ما بيقول أوجابي وحوري أنا ماذا حيجا وأسود شيء حرار إيه حبك بنصوم رصدي ووقت دارنا أنا قليه وأعمال دار سويس أن حلالو من قبيسنا إنه هو ربنا إيمان يا إيم مقنيسي وقلت هدي غينا وأصوى شرحري فلا أحل حلالو ما هي حتى أنحر هدي لأن حولي قرع طيب إذن حديثك حفصنا هو أصنع عدي تاجرسين حديثك عائشة حديثك جابر حديثك عمران حديثك ابن عمر يا هذا قصوب الله ونيبا إذن قارن إيوم مفرد أي وركوز وهالكاس ودعها هي باب كل وجود بيو هدي دب كوي ما دم حال الله سمايني دو دب كوي ما دو بيت كله بعد عمره أصوى حرطي أما حج بعد صوى حرطي حج كي عمران يضم يستل الوجود دي ذي يوم بقرر مكان هيستا أما بيت كله يجوا كود المياي حنون بكود دي ذي عدو بكور استاجي أضاع شبو قارو واي ما تلا باب بيان جواز التحلل بالإحصار وحباب جواز التحلل إلا حلالين بنان تي لو حلالو بالإحصار بسبب الإحصار إلا غشره لغور استاجو فإن حصرتم فما استيسر من الحديث القرآن ما يدن كوار طيب حصار كوا ولو قدومي حنون بكود دي عدو بكود دي حديبية سنة كذا وكان النبي محمد يا صحابة دي سواء صوحي دين عمره بيت كذا هنا قالان عمره سنة اللو دي دو كفار غرشة ودي دي معي زمايين ماشي مريم بيكو حلالو بي هم حال الزمايني هدي قد ودد قورعي هل قاسد قو حيراني ود حلالو دي هدي قد قورعي برطن مريس ما كد دولات كذا هنقضو ودد برطن كذا هنقضو نيروب الدولات كذا هنقضو أو قارس كسفر على نيروبي وكان بحيث أو قارس كسوحيد حج كاد قارس بس كسوحيد أبطاي لبي إذا مع نيروبي بكون لقيني منكم تعانكا محاط طبعين ما بسعونيس وهذا حاله بكرتا ده رجك قبل إن أطبح سطاء ونسي ونقوسي ده يلقو فرطامي يو جواز القران إن يبنان تاي إلا إسرائي عمري يو حج الله يسكوحيره قران حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر با خرج بحي في الفتنة فندي ابن الزبير حجاج أود حيث ريبن أمية معتمر سوى عمري سنية في درد بضان ودير بي أهيد سيدنا معاوية مركو قيريوذي سقالي 8 سنة كذب سيدنا مسلمين تأشهد اللو ريغي سنة كأفرتناذي أفرتني كوك هجرد عام الجماعة كو حسن بن علي كتنات لكرسيغة وكاسو مسلمين تبع حين النقضي سغالي 8 سنه يتش دور بلود بو اها خليف اما امير مسلمين تو معاوي مركو دين اسغو نول يويلكي سي ولي العهد كدغاي مسلمين بدن با كو خلاف صحابه بدن وكبي ديدين بدع عين اذا وشا او سميهي لكن اجتهاد با او غيه واخ بنانا ما كدي ويلكي سي يزيد ابن معاويه ايو كدغاي مدحوين مركو اسو دنت اسغا او شقبتي مسلمين تقبطي ويلكي زيد يزيد مسلمين بدن باسكو خلاف او لا غور يمت ريمدنا وكي هوشا كبي يديدين وكي يزيد انت عيدا صوت دري نيك مصرف لو بخي امتحان كا ام ريمدنا بابيي يوم الحر وكي تا كدعدي بيتك مساعد النبي محمد وامه المسلمين تيد انصاري مهاجرين اي لو طلب بخي عرورتودي ويلشودي رغود الا اد لو باباش وكي واجد بدل حسين بن علي يزيد نعاوي عيدا كسيبا دلي dib badan buu geystay wiilka Muawiya umada u dhiibay oo uga tagay waxa ka dambeeyay asaguna wuxuu ka wali wacad ka dhigay wiil u dhalo Muawiya la yiraahdo Muawiya dhintay oo saxaabiya wiil u dhalo Yazid la yiraahdo xilka u dhiibay ku wareejiyay wiilkiibaasna wuxuu dhalay wiil la yiraahdo
معاويه ويقو اوغو مغع دري ويلكا اسو افرتن بريبو اه خليف افرتن بريبو خليف اه افرتن بريبو مدحوينها كدب وادنتي نين لا يدادو وليد بن عتبه ايا حلكي لو ودوغا اسو كخيه ون اها جنازته كنت كان هي اصلا لو وريم لو دلي امريكا دنت افرتن بريبو امريكا سلاد جنازتي سي وكنت كان اي اصلا سو دياري حلكي لو وريغو يا لو وريم أصدق أمرك أن توحى حلك الأول إلى أنك لورجل مروان بن الحكم مروان حكم إن حلي سومر رواية كانوا يحكوا لي هاي ونن فقيها وفي عنا إلى واجد ما سلطنة باشا باب إسوء أد وأفيسي مروان المحكم أمير كوري مركز يزيد المعاوية حلي جيسي دقالك الحجاز كبل اللوضي يا خلاف كبل واتاقنا خير من المركز هل كان كده قال لما يندي دنايين عبدالله من زبيرنا مكو عرم مكو أصنا معارضي كبل لابي يلي ما إنه إن معاوية هادو قريودي ويلكي سمده وديبه وكي أي سود دولين ريبنا وما يرشا ما مكدول يمادينه عبار حصار لقول جروا واجد ما أنتي كأت كان واحد لما جرب يسكن نقدين وحلقي يزيد معاوية معاوية كحجة ضمبي معاوية كحجة مروان إنه الحكم مروان إنه حكم مركود لنتي أيا لبا لبا بلود يطور مال موت بين مسلمين تخلف لنا هاي يعني وأحمد أن لما عابن مروان كدبنا عبد الله بن الزبير با عبد الله بن الزبير أيا الغدا واقي يا إنه معاوية بن يزيد مكو أنت يعني لبا بلود أنا كرم ماي مركاسا ريمك ريمكا إيو ريم مدينة يا عراق بصر الكوفة دون وحي بيعلق قالين عبد الله بن الزبير ريشامنا ايو ريم مصر وحي بيع الله قالين مروان بن حكم مروان مقود انت ويل كيسي عبد الملك بن مروان با يا حلك حلك لوري نكون مد بابي نكا سوي دولة الريب نكا دسنا وان نكا دولة بن أمية نكا دسي اي وليشي سو مد كاديشي وليد سليمان يزيد هشام واتقرنا وحيز دبسو على امتحانكا نكا وي نكا مركا حلقها أشهاية نكاسا مركو حب اللعبي مركو وقادي إي عبد الله بن الزبير نما كي أقاس خليف لو قد قي صحابة يا تابعين فربنا أي بيع الله قالين أود بنا نقول يا شيء يو ريشام يا ريم مصر يو حسق التقاسون نو حمودي ما حجين كرتان بو ما حجين كرتان حتكي بو كم نوعي تد حجين بروح بيع الله قليزان ما كه دا تقتان وحن كبغينا بيع الله قشان عبد الله بن الزبير حجكي بكم من نوعي ايضا علوسنا وصدر او هو قامنا حجاج ابن يوسف الثقفي نيكي مبير كالصفاك المبير والراجع عندها العلم انه كافر ومسلم اينوي ومرتز زنديقه وحو في سنجري قراءات كقران كمتواتر هذا وحو قول سنجري او ديل سنجري ليقى صحابه ده. صحابه نقول لا مفسد بؤها مبير نبي محبا انا كسي الدقي مرك على الراجحنا وكافر بالله العظيم وليس من أمراء المسلمين عبد الملك علماء تكفيرية جرونس مسلم عدي بل واسد تابعين تقبضناي تابعين تقبح عبد الملك خلاف كوريمد موقعة الجماجم فقهاء التابعين كل قد إلا سدح وداد وعبصدين موين وحيسكون راعين إلا ضغى لما فاجرية فازقة بلن كون نوي قاليسي رقي قاليسي شعبي باكمدها سعيد بن جبير باكمدها إبراهيم النقعي باكمدها مجاهد باكمدها لم يبق من التابعين لبا أما صدح فقهاء التابعين اي علماء كبار التابعين وحي حكومين إن كانوا مسلم هاي اللي قبحنا أي واجب تاي تقال لبا أم بي لقلي مرك عبد الملك وزير كيزي قاشاندي حجاج أها يوم كاو صدري هل كاسوي ابن عمر مركو مدينة كسو بحاي وحالو شيقي حجاجنا ينو كلاح هايو ما كدوش هذا أو ربعين وقدامية أو دلو عبد الله بن الزبير مركز حد حقيقة كل عمره يزني إن عمره ما يكون سعوي ده لقي وليش يسيب مركز سالم إيوه عبد الله عبيد الله أو أسوق ده ليه بالله الله يه أن عبد الله بن عمر خرج في الفتنة عبد الله بن عمر باب حي في الفتنة أي في النادي بين عبد الله بن الزبير وبين بني أمية وده حيسي معتمرا أسوقه عمره يزني الفتنة هذا قرب إنه كهذا الله دغال والبو مسلمين تر دحمرا اما حق هنقود اما باطل هنقود فتنه الليل من حيث الجمله الاسكيل هذا محايل في النوايا هاي ودغال ديغان انا اسكدادين انه ايو
awoodan military baxaysi iyo xoolahan iyo naf iyo maalkan khasaara haya in dagaal gaal lagu bixiyo budna muslimiina isku soo noqdaan sax ma ahay marka fitna waxa la ka yiraahdaa imtixaanka dhaxmara muslimiintu oo dhanba dagaalka marka asagoo fitna marka kor laga fiiriyo ayaa dadka dagaalamaya sharcadu waxay tiri وإن طائفتان من المؤمن اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله مدبا حق تاغن وإن الله لي أي واجب تاو لأن قرب تاغ أي واجب تاي صح ماها مذهب صحيح أنا ماها إن أتراضو دقال كان مسلمين تود حيانو بس بانكا لكن مركي كو عدا تانو قنا نقر لي وذات كان يقر دراني هاي صلح بانو قدي ورح يليسا ولا لا تهيني waxaan ayar kala goosta waa idin deeqda gogosha ku wada fadhiista hawsha isla wata cadow weyn baa ina haye inaga inaad noo kaalisaan aan hawsha qabanno ma yeeli maayo waradu wad gar darantahay waalka wixiisa u daa ma yeeli maayo maxaa waajib ku waa in waalka garab istaagto oo kula duusha ninka daalimka unsur haaga daaliman aw madluuman sharcigoonu ma ogolo laba muslimiin oo ishaysa oo markaad fiirisay midkood uu gar kula yeeshay inaad tidhaahdo maya anugu dagaalkan ka qayb maxay fitna weey waa war caamo warkaas saxaabiya taabiciin dagaala saxaaba muslimiin dhexmare ka joogsaday baa jira markay u cadaan weyday kooda gar leh iyo ka gardan u cadaan weyday laakiin hadday kuu cadaato inuu heber gar daran yahay hebena laga gar daran yahay waa in la garab istaago oo la garab istaaga ninka gartaale ee xaqa ku taagan lagana heeliyo daalimka laga heeliyo loo heeliyo madluumka adduunku saas ku dhisnaanaya haddii laakiin loo heelin waayo madluumkii oo daalimka la garab istaaga ama laga cabsado wax idin dhismaaya ma jiro waa ilaaminka wax idin haysta wey qabaailka isbaabisumayda arag eber iska dhigay wax kala qaban jirin magtad wax ka bixinaysan qaaraan baa laygu soo qoray magtiba maantan haysa dhaawacaba meel yaalla baashan ma hoos u daydaa dagaalkii hawl iyo daro dhex maraysa intii loo firshay kii gar leh in loo heli kan lagu duulay ahay yaa noo helin lahaa noo kala helin lahaa hawl iyo daro diriye isaaq baan rabay inaan hawsha fiiriya iyo ashraafta iyo iyo qabaailka la yiraahdo isha hadda tiraadana maxuu ahaa isheeg 0.5 ama misaa daro warkaasaga laakiin masaladan idin faansiinaya ma wax la jira waa dagaal qabyaaladeed war qabyaalad oo horta waa in la fi maxaa la isku hayaa goof baa la isku ceer baa gabadh maxaa la kala qaaday waa in loo gaado muslimiinta dhiiggooda waa qaali shayga xaqa in loo helina waa yaa ka qaalisan hantidii yareed adigu lahayd buu nabigu yidhi haddii lagugu qabsado man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid duuna damihi fahuwa shahiid duuna cirdihi fahuwa shahiid duuna diinika ka war gaalo marka hadda inay faantay dagaal kastoo lagu soo qado diiniyad soomaalida lagagama adkaado weligeed lagagama adkaan dagaal diiniyad fi taariikh laakiin marka iyaga la qaybi waa la jabiyaa taariikh dib u akhriya axmed guri marka la loodin waayo intuu axmaara ka adkaaday uu ku shubay maqal uu ka riday oo buuraha dhan uu ka dejiyey ciidankiisi baa la qaybiyey bortaqiis baa soo duulay horta u hiliyay qolyahan axmaar xabashida ah oo reyru baa soo duulay laakiin duulimaadka xataa reer waxba ma yeeleena ayagii baa kala jabay toddobadii imaareed lahaydeen laga soo bilaabay ilaa laga soo bilaabay Eritrea ilaa halkan Zanjibar ka tirin jirteed lahaydeen maxaa lagu baabiyey waa la qaybiyey toddobadii imaareed waagi marka boqorka xabashigu uu maamuli jiray uu goodhii kabada ka qaadan jiray uu qaybiyey buu haddana rabaa inuu sameeyo wuxuu soo bilaabay 2019 buu soo bilaabay isaaq buu ka soo bilaabay hadda maxay maraysay tii xamar korkeeda laga dhigay maxay ahayd ya koonfur galbeed banaadirna hadda in gooni loo gooyo ayad intaan waa gooni oo diirada ka soo dooy maraakibta ku soo xiran oo qolyihii kala iskale inta kan la israaciyaal raba toddoba imaara laga rabaa oon weli isu imaanayni kama ku iswaala kana lala heshiini kama ku iswaala kana xoogo la siini hays cuneen weligoodba dowlad awood leh dowlad gaaran allah ka dhige inay soomaaliya ka soo baxda lama ogolo laa ninka soomaaliga waxaa laga beri inuu shaarka bedeshay leeyihin hadduu si u gaaloobo inuu beri shaarka bedesho qur-aanka la kala baxo udha waan jihaada hayaaba ayaa dhici karta marka waa in laga ilaaliyo isku duubnaan iyo midnimo midnimadiina waxaa lagu kala jabiyey kowna waa maxay ogaadeen gaalo intay daraaseeyeen
وقبيالده وحان قوب جوغا أنو حمر جوغي سفارد مرايقنك وحمر وحبك الصماليد وقيبنيس قبائل كده قالنا قبيل كميرة هوبك أوجينيس إنتي اللي الباشا وكونتينر دبلوماسي الله ما فوري كرو هو أربعة صارن هذا نهوب وحال قيبنا يا جرين أوف بي كان بلا قيبني واجي مركي الله بقى قبيل كلا أتكادين أيه قوس كسر هاري بعد نهوب حلو كلا قيبي جرين أوف قد يجي سوال سودي بي كو واجا أوفر دي حمر قبائل شقيبة كميرة هوبك كسر واريد يجري ليبيا إلى أردن القبائل كهوي أبقالي إسكو لين تري هبرجي إسكو بابي أي هذا العلماء إسكا دي وهو لأننا قادين وطنا وكيل بنوها إن ريهب الله بابي وخب كان لو وككيان لو بابي ريهب ها ليبيا أردن بوفدي ولا يقانا هذا نحكي أنا علماء نين كتاريخ حن صومالي متشو نين كانوا جدوا قرنيسا قولي أنا كيا بيني حنقان ويانا كوع العلة اسكا الالي وحا بختك اسكا الالي وحبا نقون ميسان قبيالة وحبيدة كسوريه بميس وحا حكو حقيقين ايسان مصلحة دينية دا يمد عدوية منا مجرو محاد ميل فكد دوني كون هذا نوض استندقية الصومالي دا مكي الدورشة اللي قارسو ينس لايان مينار مكي الدورشة مرة هيا مغروح وقود مات دورشة الصومالي دحين قارسي مجيري مديرة انت قدعان كشيقاي الى دوبلي انت يكسم ايان تمر روح لباطن روح صوت ما قد مات اللي قد لي ديق قفكم مسلم كدمان يا فرتنا تقوستين كي خطرس مصلحة الدين وحكيري سهدي بهوشان روح مسلم وحكون نقوني إلا ممنوعه ولا حرمه هذه سنة قال لما بقى هاي وذا الدين المسيدة يدين دوبنا وحيد اللي وواجب إن دور شد الله قاله بمعنى وام حي وواجب إلا الضادية ديق المسلمين توي معنى هذا فهن متشرو دنايس مرهدو يمادو دين يضد نيمة يو قبل نمو ويد دمانا يسا اسكو اقاد في النظر مركة تاسوي في النظر دان مغشان كليا اكو خلط دمينا في النظر والله معنى خاصيو معنى عام ابي نغطا مرهدو حقو عقادادو فتنة متشرتو فتنة متشرتو في النظر خاص كوام حي ومركة لبس او يمادو وحكوك العدان وين في النووي كقابسو لكن أبو حقك هو عدالة دقال كان مسلمين أحمر أيابا دقال خير أهي معي إلي حوق اللي قبح الله قالوا كبين تيدا أيا مسلمين تدحوا اللي قبح يي مركة لكن مركة من حيث الحق والباطل اللي قال الله إذا تبين الحق فلا فتنة من حيث المفهوم الشرعي اسكوه قاد وقال وحوق إذا مركة ممكن اللي قبح عمرو ماشي دقال باكر دعي كرا إيه حجكنا والقود ديدي كرا عمرنا والقاه رستاقي كرا واكو سيدي قال وحور بن عمر إن سددت هذه اللي يهر استاق عن البيت صنعنا وحان وصمينا كما صنعنا مع رسول الله هذه البيت اللي يهر استاق اللي هذا أعماش عمره ده ما يسين ما يسيد نبي محمد واقو أنه لا سيدو يا ليبان لي يانون يا له يابو نبي قصيدا عن الله صمينا مرك البيت اللي يهر استاق أيانا نقول ما أنت صمينا يابو فخرج ابن عمر باب حي فأهل بعمرة عمر وحدي عمر بن مدينة كبح عمرنا حدي ابن عمر بن مدينة كبح عمرنا حدي وصار واسع حتى إذا ظهر على البيداء وسعدوا مدينة كسعد إلى أذ الحليفة تجي حتى إذا ظهر مكو كبح مركويدي أما وقدر بحي على البيداء بالذي التفت إلى أصحابه تذكر لسعد بصاود موضوع جي فقال وحول ما أمره ما أمر الحج والعمرة حج عمر أرنكوض معها إلا واحد واسكو مدبول عمره انتظر حرات الوود دي لغاهر استاغي إي حج انتظر حرات الوود دي لغاهر استاغي واسكو مد هدي لغاهر شارو لغاهر استاغي كحلالوغا أد حلالو بيسا واسكو مد عمره إي حج واسكو مدبول ما أمرهما إلا واحد مرادو سيدا إياه أشهدكم حين مرق لنا هيا أصحابي أني أنا قد أوجبت إن أني يستيق الحج مع العمرة عمره ده هرين وتي حاجنا نكود دراي مغاتك هذا هاي العمرة وتي هدي اللي جوري استاجو برت اللي يجود دي ذي بنكو حلالو بلها حاجنا والله مت واعس كباب يعني أصحابه حكولي إن محمد عمره صوحد عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية عمره ده مكن لود دي ذي برت بكو حلالو بلها حاجنا عمره لمدي هاي حاجك يسيبه أوقات قياس قاطع عمره ده محمد عليه الصلاة والسلام
فخرج وابح ابن عمر مركو حجك هدنا حدايو وعمرضي حجك إزقاليين حتى إذا جاء البيت بيت مركو يمت ابن الموصى الله كل منه طاف به سبعا تضبجر بكود وافي وبين السبع والمروة سبعا لبدا بورود تضبجر بلحوظ السعودية أردهي لم يزد علي وحبكو مدري انت أيضا ورأى وحونا واركي أنه سعي كليا إيو طوافك كليا مجزون عنه أنه كبدهي وكغفلين عمري حج وأهدى هدي نواليم إقبول لي مدوما اللي وقارنه إذن سعي كيسي وحج عمر وحج أصعين لها يا طواف كيسي حج عمر أصعين لها اسكمت بكده هل طواف يا هل حج معايا إلي سيد الراجحة قارنكو يسعى للحج والعمرة طواف سعيا واحدا ويضوف للحج والعمرة طوافا واحدا انت ام بالغربا لبا طوافيو لبا سعيو ومن حج وحساب من عمره وحساب الله ايمان ما هي هل وريك يا هل سعيب والله ايمان يا ودعهايا عمره حجكي اسكو سولاري قفكا الناسق حجكا نينك سائلك ويدي سؤال ابي الله الله هذا كتبينيا وعبد الله بن عبد الله بن عمر سير روايه ايوب عديس في صحيح البخاري كل حبه والسقاش يصدعات كثيرين كرتان لكن سالم يعبيد الله عبد الله انت ولا جوجين لكن هذا الكو حجيدني عبد الله باجيدني اقول عبد الله دروي عبد الله بن عبد الله حدثنا محمد مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان هو القطان عن عبيد الله حدثني نافع ان عبد الله بن عبد الله وين كان وين ان عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلما وحي الله ذن لبدا ودات لبدا ويل كلما وحي الله لين عبد الله بن الله لين حين نزل الحجاج لقتال ابن زبير حلقي حجاج اسو دغاي مكويمت انو لا دغالمو عبد الله بن زبير اذا وحينا هي تضواتني صدح هجرته تضواتني صدح هجرته فنن وحي بلابتي دغال كان ريبن امي عبد الله بن زبير لحدني افر تبي بلابتي مركو دنتي نك اها يزيد معاويه قال وحيدا لبدا ويل وحيدا هذين لا يضرك الا تحج العام ابو وحبك يلي ميسو سنك ان هذا حجين باي دهر سنك ان هذا حجين وحبك يلي ميسو ان بدن با حجيداي حد كان سنك ديبس كغا دغو ميشن دغال با كسوده فإن أنا ونخشى وحنا كبقينا أن يكون بين الناس قتال دتكون دغال دحمرو ريبن اميهيو عبد الله المزوري اتباع ديزو دغال باين دحمران كبقينا أن يكون أي فإن نخشى وحنا كبقينا وكعبس أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت وفيحال بينك وبين هذه بيتك الذي كلا تيدو هذه كعبده لسكو كين ديدو دغال هدو دعه كعبده ما غليزس اعماش ود كعبده كدول وري كان بلابانيه قال عبد الله مركه وحوري دبيست ويلل يوم فان حيل بيني وبينه هدينا لك تلاني كعبده فعلت وحان سمين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه انا نبي لا جيرو ولا سعدا سيدي او سميهي بان يليا غورما حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت حلقي كلا تيدي كفار قريش نبي محمد يو كعبده انت كدخله إذن وقياس مع النص وقياس في معنى النص النص من رباه لأن النبي وحي لقت هذا اللودي محمد عمره أسلم عزويلي ما هما ما أمرهما إلا واحد وحل إلى ذا القياس بالنفي الفارق أما الإلحاق بالنفي الفارق بلو يقانا ما كان الله بشي سكو حكم كدق يسو إن المركة جامع إلا كدق تؤيو إن أتلا واحد حي مجرو إن أتلا شيئا واسكو حكم محاي إلي كان يوذاغان آتراض وحنا يوذاغان ومركا لو يقانو والإلحاق بالجامع أو بالعلة الجامع أو بالوصف الجامع أو بالمعنى المشترك بالي هذا يأينا آتراض لبضان شيء وإسكو حكم محايا لي وحود حيا بمتشرو وحيكو كل دوين بمتشرو كان محا لو يقانا الإلحاق بنفي الفارق واسدوا عبد بن عمر زمان نبي محمد عمره لقور استاقي أنا حج بالله استاقي لكن حجي عمره وحود حي مجروه واسم مدبور ما امرهما الا واحد وشدكم حيث مرقل لي اني قد اوجبت عمره عمره ان يستي ان روح على مقراتيك اليوم اشيط روحها واحد صوحي تام حجي عمره شرط معها ان اذكروا قاد عدكنا شرط معها حج نيوك اصحايا اي عمره تلبيذ يعدك كرلوقا من عمائل الحج والنسك اما واجب مركها لقدك اما سنها لقدك
فانطلق ودقق حتى أتى ذا الحليف إلى ذا الحليف وكتك فلبى بالعمر عمره حدي أما كرقو قاضي عدك ثم قال وحوري إن خلي السبيلي هدي وضدي لقل لي حدون لقل استاقين قضيت عمرتي عمرتي أنضم يسانيا وإن حيل بيني وبينه كعبدي أنا هدي كالتي أذانا فعلت وحان سمين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى رسولك يليه وأنا معنا والجرة ثم تلا وحو أخري عبد الله بن عمر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نبي محمد ضياشو ناكسن أيام مسلمين إذن كجرتو وحيو الدينية السمية وإن الثميسان إلى شارع إذن كرهبو إلى هوشاس نبي يقولون كتهاي ثم صار لقيا واسع عبد الله بن عمر صعد كبوتي حتى إذا كان بظهر البيداء ماشي بضد ذا الحليفة كدن بيسدوش إذا مركم مريو قال وحيي محان عمرك لي أبضانية محان عمرك لي أبضانية ما أمره ما أمر الحج والعمرة ما إلا واحد عمري حج وهل شيء كلية عمري حج وهل شيء بواسكمت إن حيل بيني وبين العمرة عمري يعني قاعدينك لا تذبوري حيل بيني وبين الحج أنا عمره هادين لك لا تذبو حجي أنا وأنا لك تيد هيا نيك عمره يديد هي حجنا ويديد إن حج يديد أنا عمر ويديد هيا واسكوبا إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة وهذا ما رجلنا يقول شيء ذي أنت يلا صعطو إن يستي أن واجبية أن سساري حجي عمرة ولا صعده فانطلق واتقي حتى ابتاع إلى أسواق تام إبسدي بقديد ماشى الليل هذا هدي بوك إبسدي تسمى كجل كهر حرم كوسن جل من القديد الليل هذا وما كدور يطمن لبات مي أجرته يوحك إبسدي هدي بوك إبسدي جيل بوك إبسدي ثم طاف لهما للعمرة والحج وحوض طوافا واحدا بالبيت وبين السوى المروة سعيا واحدا عمرة حج وصوض حيدي هدينا وسوك حيي هل مر بوضوافين هل مر وأسعيه ثم لم يحل منهما عمرة حج موسى كحلال ابن حتى حل منهما بحجة يوم النحر أي بعمل حجتي كما حلال عمرة حجك إلى وعماش حجك دم يمالك يوم النحر إذا إنك قارنك وحلق الرباوي هل كعمل بالق الربا عمرة ما تحبنا لقد دون ماي حج كريا لقى الربا وحج ولا إيمان جنوب ولا إيمان عمرتنا هوستي كقال رنتاي نية أهان إيا أجرهان بعض أمضى ديرتاي موييني وحاوي حق عمل كاسمد بان نقونيس وحال الله إيماني وحدثنا وحكو نوت بحديثك وحديث كجرة إن لبضى شيء اسكمت كاء اسكو حكم لقى ديكارو نسكم يوسن عدين سجوني إيه إني حجي عمر اسكمت ديهين هدين لقو الشارو نسكم مع عدينين نبي محمد مشرحين عليه الصلاة والسلام لكن عمومك وقرآنك هي قياسك في معنى الأصل باطوسها هي وأنا سيدو يا سيدنا ابن عمر وحدثنا نمير قال حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع قال أراد ابن عمر وحوضنا الحج حج بغضوني حين وقت نزل الحجاج وحجاج وضو الفريستي بابن الزبير واقتصى الحديث حديث كبو كحيي يا كحيني وابن نمير عبد الله بن نمير الهمداني أصيغ هذا عبيد الله عكس وقت حديثك يحيى سعيد القطان ومتابعينه بمثل هذه القصة قصة هذا نصوم ركول وكو حديثك كوك حيوك قصة وقال في آخر الحديث حديثك طبعا قدس وحكي حييري وكان يقول ابن عمر وحي أرنشري من جمع بين الحج والعمرة ننك عمري يحج اسكو داري قارن نقضي الله ماني كفاه طواف واحد هذا طواف باقفلا ولم يحل من حلالو بيو حتى يحل منهما جميعا الى ولا بد رميه وحدثناه محمد رمح انه مهاجر المصري اخبرنا الليث بن سعد حا وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر مرك الليث بن سعد ايام متابعين رقي اها عبيد الله يا مالك عبيد الله يا مالك كلهم عن نافع طيب أن ابن عمر أراد الحج حج بضوين وحجي الضوني عام نزل الحجاج بابن الزبير حلو ابن الزبير وكد جاي وضل فريستي ابن الزبير وصاد كي صدح تضبع عفوا تضاتني صدح جرد أهي فقيل له حلقو يري إن الناس كائن بينهم قتال سيدا موقتا قياستي ودرس كي أفالها موقضة وحاو يددك دحو دقال با ماري دونا دقال با دعي دونا دقال كانوا حكينا يا إن مكا لغو دقال لمو وحمنا كينا يا مركا إن لغو دوافي وايو نبي قلي درتت لو قلي وايو
وإنا نخاف وحان كبقينا أن يسدوك إن يكودوا بيتك إلا دقال باك السعودي عبد الله المزوي عبد الله عمر صاحبي أهاي مركة ربنا أمي إن يكودوا ما كبقينا. فقال ابن عمر وحوري إلى يحيي لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة أصنع وحان سمين يلي كما صنع رسول الله سيد رسولك سمين بان سمين إنه شدكم محايدا مرقل لي أني قد أوجبت عمرة عمرين أني يستي ثم خرج مدون وكبحي حتى إذا كان بدهر البيداء بدهر الدش إذا مركوا جوغو قال وحوري ما شاء الحج والعمرة إلا واحد ما شاء الحج والعمرة عمري حج أرنكوض معها إلا واحد هل مدون مويين إشهد مركاء هذا أما أشهدكم قال أن روح سوي حوري وقتب أصن أرنين أشهدكم حيث ما رجل لي أني قد أوجبت حج مع عمرتي حج إن أني يستي عمرة يدي هوري لجيران كذا وأهدى هديا هديا وادي بي وابحيي اشتراه وكسو بقديد ماشي وكقطي من قديد وقوب مقعد حولو كيف سوق بي لهي يرواق دم اللو سمي ثم انطلق وادقاق يهل بهما أسقو تلبيسن وحرن أي حج عمرك رواقيا جميعا سوى ذجر حتى قدم مكة إلى مكة قلي فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك هل كان سعي يا هل كان ضواف وحكم ضر ولم ينحر بعد السعي وحم موسى قورعين ولم يحلق بعد سعي موسى حيرانين ولم يقصر مقاب سنين محايا لمحلا لوبهي يا وح قورعة يا تمقاب صدى يا حيرتة نين حلا لوبهي أسوى قارن يوم نحر لا لقارو محلا لوبكرو ولم يحل من شيء شيء كمحلا لنقونين حرم منه كحرامها أما لقى حرمي حتى كان يوم النحر إلى مالك طمنان لقاري فالنحر هدي جيبه قورعي وحلق تميبه حيري ورأى وحونا أركي ابن عمر أن قد قضى إنه رميستي طواف الحج والعمرة بطوافه الأول طواف في سهورة طوافه مركو سيدا يالي وهو له دنو دمي وحو أركي إنه رميستي وقتي طواف الحج والعمرة محكو قتي بطوافه الأول طوافك سهورة ولوجه طوافك يوم النحر طواف الإفاضة لقوضة طواف الإفاضة أيال لقوضة رواية كلام عضيني حافظني حاجة حديث ابن عمر مركو قال لي وحيلي ولم أرى أصحى من حديث ابن عمر وحديث عائشة المذكورين في هذا الباب نينك قارنك إن هل طواف لقربه وهل يسعي لقرب كلية ولما لقربين أحاديث أقوى أصحسن بابك كتمت وحديث ابن عمر هذا ضيسان هي حديث عائشة ومركز سوق بخاري أسكو حجي طيب قل يا وحي وقاتين أنه قد قضى طواف الحج والعمرة بطواف الأول إنه يطواف القدوم طواف القدوم كهوري أيا طواف الإفاضة حج عمره وأنه قضي بيوقاتين صح ماها يوحي لغوضا يوم النحر طوافك واللي مدي كلية يا طواف العمرة وطواف الحجة وحكان لك من رب قال ابن عمر وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله سداس الرسول كيالي ورنتي نبي مالك وقارنك سداس يالي هل صعي هل طواف مبليم حدثنا ابو الربيع الزهراني هدو اجيدو هدو اجيدو بمعنى قدوم كان سدو كلوي وطواف القدوم نبي وليم عليه الصلاة والسلام وسوى عمل اسكمل حبنانا اون اهين عمل عمره واه صلان يزيارة بيك الهي لأنه ضاف القدوم وعمل مدح بناوي والله قلت لك لي زيارة بيت الله الحرام هي سلانتي سوي كعبرة سلانتي حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال وحين لبدا إمام أبو الربيع الزهراني سليم بن داود البصري بن يدا أبو كامل فضيل بن حسين بس حسين فضيل بوها قال حدثنا حماد حا وحدثني زيد بن حرب حدثنا إسماعيل كلاهما لبدا ولا إسماعيلي حماد حماد بن زيد بن درهم البصري يسمع ابن ابراهيم بن علي كلاهما عن ايوب عن ايوب عن نافع روايه ايوب دائما التلميذ من المسلم الله ان موسى كان هو كان لكن وان قاب صدي لفظي البخاري با كف فاسنا كن لحبق السغاشه ضحك كفيري عن نافع بن عمر رضي الله بهذا القصه باسنوري ولم يذكر ايوب موسى شيئا مر حديثك وحصومر حديث عبيد الله عن نافع بصومرتين وحديث مالك عن نافع هذا نوح نمر ان حديث ايوب وحنكل صومر عفوا حديث الليث بن سعد عن ايوب مالك عبيد الله اي الليث اي ايوب كلهم عن نافع عن ابن عمر
ولم يذكر أيوب موسى شيئا النبي نبي موسى شيئا يمكن كتبين أي إلا في أول الحديث حديث كهرانتس أن مويه حين قيل له مركل لوير بن عمر يسدوك عن البيت وحن كبقينا أن يسدوك عن البيت بيت كني كور استاقل قال وحوري إذن هصي ديساتاي أفعل أما أفعل لأفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن أفعل وحن يسمينا كما فعل رسول الله ولم يذكر موسى شيئا سدوك لأيوب في آخر الحديث أول حديث كان هل كان مربو النبي الشيخ آخر كان وحيري هكذا فعل رسول الله سيدس رسولك السمية كما ذكره الليث سيد الليث حديثك الشيخ إذن وحاوي حج وعمره كي لغاهر استاقب اللي قود إذا بيتك لأنا تكتبك كله لمدي هاي عمره واد كحلالوبي هدي قادي باد قوريعي واد حيراني برطس تتكلابا سنة كدام إله أنتو كوسو خيرو والله إمانو عملك واتفاق الله يني هذا حج أهائيه هذا عمره هابا هذه لكن حق حاله هو إسكامد وعي حج كي عمره هو إسكامد هذا اللي قرر استاوى هذا قارن تهينا حق الضواف كي صعيقة هل من الله إيمان إيسا وإنك قارن كي إنك كلي حد سوحري وإسكوا أعمال ما كان أعمال بضمه وليه حنفية ذا مركا يقول جدي وحالة ربها قارن كي يسعى سعيين ويضوف الضوافين سنة ذي خلافين حديث وحكور رسينا وحاوي وحديث مجملة ومعنى ذو عدين إنه يفهمنا يكون أذكاتي والله سبحانه وتعالى أعلم.